سيري خطيره جدا جدا. خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك من ايوه برافو برافو برافو. طلع الكل نني، طلع يا راجل من هنا، طلع من هنا. والهدف 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 التلفيق القاتل، والهدف لميكا كلوز التلفيق القاتل من المباراه في الدقيقه 82. عمال تعالوا طلع من هنا طلع من هنا طلع من هنا. لحظه العمر، لحظه العمر، لحظه لحظه واحده. اللعيبه اتراصت فيها، ما طلعتش الكوره بشكل سريع. حطها موسى كلوز قاتله لا يسال عنها اطلاقا الشناوي اطلاقا. ويبقى في الاول ليه اللي فاتت دي هنا بقى ضربوا لخبطه.